يقول أعتمر عن أمي وهي عاجزة، كذلك أختي تعتمر عنها في آن واحد، هل يجوز ذلك؟ الحي لا يعتمر عنه إلا الفريضة، عمرة الفريضة إذا كان عاجزا ولا يستطيع الحضور إلى مكة، لا يستطيع السفر بصفة دائمة، ما يستطيع السفر بصفة دائمة يوكل من يعتمر عنها أو يحج عنها حجة الإسلام وعمرة الإسلام. أما النافلة فلا، الحي ما يعتمر عنه نافلة ولا يحج عنه نافلة، إنما الميت هو الذي يحج عنه فريضة ونافلة.